مساء الخير، اسمي دكتوره ريم حمدي، استاذ امراض الروماتيزم والمناعه بكليه الطب قصر العيني. النهارده هنتكلم عن مرض هشاشه العظام. ايه اهم الامراض اللي ممكن تعرض الناس في اي مرحله عمريه لحدوث هشاشه العظام؟ من اهم هذه الامراض الامراض المناعيه التي تصيب الجهاز العصبي العضلي والتي تؤدي الى افراز مواد مناعيه التهابيه. المواد المناعيه دي اللي بنسميها سايتوكاينز بالفعل بتؤثر على تكلس العظام وبتؤدي الى تأثير جامد جدا او قوي جدا على كثافة العظام، يضعف العظم ويعرض المريض اللي عنده التهاب مزمن انه يحصل له هشاشة وكسر، بغض النظر المريض ده بياكل كويس وبيشرب كويس ولا لا. فوجود مرض مناعي في حد ذاته قد يؤدي الى ضعف في تكلس العظام ويقلل كثافة العظام ويعرض المريض إلى هشاشة وكسور إن لم يأخذ العلاجات المطلوبة للتحكم في النشاط المرضي وأيضا لتعويض الكالسيوم والفيتامين دي علشان يحافظ على كثافة العظام.